ينضم لنا الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية، نعرف منه تفاصيل بخصوص الدقهلية، أخبارها إيه وأخبار اللجان الانتخابية، لجان الاستفتاء فيها إيه. يا دكتور كمال مساء الخير وتحياتي ليك. ومساء الخير على حضراتكم جميعا وعلى كل المشاهدين والمستمعين. أهلا بحضرتك معنا، يعني كلمني عن الـ 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 الوضع عند حضرتك النهاردة، ثالث يوم لاستفتاء المصريين في الداخل، كلمني عن الدقهلية واللجان في الدقهلية، وصلنا لإيه وإيه الإجراءات اللي تمت؟ اتفضل. إحنا عندنا في الدقهلية 983 لجنة، الحمد لله اللجان من باكر بدأت الناس تتوافد. النهاردة اليوم الثالث، الحقيقة اليوم الثالث أفضل بكتير جدا من اليوم الأول والتالي، ناس كثيرة جدا موجودة. إحنا يمكن عشان محافظة فيها نسبة الريف أكتر شوية 70%، فعندنا توافد التوافد على اللجان في القرى أكتر بكتير جدا من التوافد في المدن. أي السر في ده يا دكتور كمال؟ نسبة الريف عندنا 70%. عندك السكان في الريف، إحنا عندنا 2580 قرية وتابع. فطبعا حضرتك ارقام طبعا السكان في الريف بيبقى نسبتهم عاليه شويه، عشان كده التوافد في الريف يمكن اكتر. المدينه بيبقى الواحد بيوزع وقته وبيروح اول يوم الصبح، الناس بتوزع نفسها، فبتبقى مفيش يعني طوابير كتيره قد زي ما في القريه الطوابير موجوده. الحاجه الملفته للنظر كمان المراه المصريه العظيمه، ستات مصر نزلوا يمكن في الارياف بصوره كبيره جدا، وفي المدن برضو الحقيقه المراه موجوده في كل مكان. ده يمكن اهم العلامات اللي موجوده في محافظه الدقهليه، بس النهارده التوافد اكتر بكتير من امبارح واول امبارح، والامور ماشيه مستتبه. احنا ما عندناش اي شكوى الحمد لله من اللجان كلها، اللجان كلها منتظمه. تمام. يعني الحمد لله. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال جاد محافظ الدقهلية، وان شاء الله نتابع مع حضراتكم كمان باقي اليوم النهارده في اخر ايام الاستفتاء.